بس انا معكم في برنامج ميديا فان كادرسوسات مع كمال ومع ننشس عيادي. قبل ما انقطعت البث نعددلو عن هذا الانقطاع خارج عن ارادتنا, رجعنا لكم اكيد في المباشر في الجزء الثاني من زبينك ميديا واللي مش حكينا عليها نرجس على الاكتواليتي الاولى اللي هي اللي صارت الجمعة اللي فاتت اللي هي الحكاية دار الفيضانات. كمال, أي جمعة اللي فاتت صارت الفيضانات في تونس تحديدا نهار الأربعاء. الفيضانات هذه شملت كل من زغوان, القسرين, الكيف, جندوبة, الحاصل المجمل الكل في 19 ولاية. معناتها الأكثر متضررة هي ولاية القسرين. الفيضانات هذه زادت سببت في وفاة 7 أشخاص الله يرحمهم. الفيضانات هذه معناتها تذكرنا باللي صار في نابل. معناتها بلغت معناتها مستوى الأمطار معناتها 100 مليمتر اللي صار عنه معناتها انهيار جسر وادي الواعر الرابط بين فريانة وماجل بالعباس. الانهيار هذا معناتها صوروه برش على مواقع التواصل الاجتماعي وحاجة عملت معناتها البوز وعملت بلبلة كبيرة. خاطر يعني كان تشوف كيفاش معناتها الجسر معناتها عبارة كيفاش نحكو معناتها عبارة على خبز تهوية معناتها صار انهيار فوري معناتها بطريقة ما تتوصفش. الحكاية اللي عملت زادة بلبلة كبيرة تصريحات وزير التجهيز والإسكان سي محمد صلاح العرفاوي كي صرح معناتها بعد ما عمل زيارته المعتمدية الكرمة من معتمدية فريانة اللي هو أكد إنه الوزارة ما تتحملش المسؤولية معناتها في اللي صار وفي في المقاول اللي أنجز الجسر هذا من 2011 والمقاول في حد روحه ما يتحملش المسؤولية معناتها هو عنده حق روبينات نترش علاش صابر طقس يعني. نرمال ما يتحمل المسؤولية. اي الطقس يتحمل المسؤولية والمقاولين والبنية التحتية اذا الطقس كل حاجات مرة هكا. اي حاجات هذه انا راها معناها من السلطات ما نعرفش علاش يقولوا هكا. شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ ما نعرفش انا شكون نورمالمون الوزارة اي وزارة التجهيز والإسكان المقاول اللي مساهم في تشييد الانجازات هذه المشاريع العملاقة فهمت والناس الكل تخضع للمسالة. وفي دولة احنا كان جينا في دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها صدقني وهذا كلام نقوله على عاتقي ونتحمل فيه كامل مسؤوليتي. كان جينا في دولة تحترم مواطنيها راهو الاستقالات ورا بعضه من نواب الشعب ولا من الوزراء ولا من واحد. يا اخي ناس اليوم ما عاش تستحي. انا كان نعمل الفوت جراف في خدمتي ولا في حاجة انا معناها من لي كونسيكونس تاع خدمتي انا ولا ترجع لي انا والله ما نخرج من الخدمه. المقاول هو ديجا نائب في مجلس النواب معناتها الحاجه اللي زاد عملت بلبله وبرشا معناتها. نعرفش ان نتسال سؤال في هذا الكل والله عندي سؤال انا في هذا الكل ونوجهه للسياسيين بصراحه. تفضل بربي يا سياسي تونس توكي اقل واحد فيكم على الاقل مشى ل 10 بلدان باللي كتشوفوا معناها للبلدان هذيك شنو يكون ردة فعلكم كي تشوفوا تونس؟ معناه أقل واحد مشى على الأقل مش بلدان الأوروبية مشى للمغرب مشى ما نعرفش أنا للجزائر مشى لليبيا مشى لغيره في وقتهم وحتى توا كي تشوفوا الناس كيكا كي تهبط في المطار تونس كارتاج ولا كي تمشي المطار جون كينيدي ولا يا خويا أون كومبار با لي زون كومبارابل شنو ردة فعلكم؟ معناه يا أخي عادي هو عادي ديجا كانت الخسائر والفيضانات اللي صارت معناتها في نابل معناها سجلت خسائر ماديه كبيره في بلادنا ولا تحشم والله ولنا توا خايفين تسمع شويه مطر اجري شوف كيفاش معناتها اللي علي باب داره واللي هذا معناتها يبدا خايف هاو كل مره تجينا حكايه هاو اعصار هاو يعني تونس ولنا نعيشوا معناتها حاله كوارث طبيعيه معناتها هذيك حاجه ربي معناتها حكم الطبيعه عنده دوره ما نجوش في الاعتراض معناتها. اما المشكلة في تونس البنية التحتية معناتها ما فما بنية تحتية هي خلنا نحكي عن المشكلة البنية التحتية يا صاحبي في تونس هذه هي معناتها فمش. هو تصريح زاد وزير تجهيز معناتها
اسكان التهيئه الترابيه ما يجيش يصرح ويدافع على مقاول، كان نورمالمون المقاول هذا يخضع للمسائله للتحقيق، يعني النيابه العموميه حقها تفتح تحقيق علاش كل ما تصير معناتها كارثه من الكوارث الطبيعيه وتطيح برشا معناتها منازل وتدمر برشا بيوت وعائلات تتشرد وكل شيء، علاش ما يصيرش تحقيق في صلب معناتها الوزاره معناتها؟ علاش الدوله تحترم نفسها وتحترم المواطنين وتحترم قانونها معناها؟ نعم هذا نجم يصير هذا واكثر في ظل الوضع الحالي. انا حسب ما نشوف والله ما نحبش نحكي انا على السياسه، معناها مواقفي تلزمني انا، ذاك علاش حبيت نخدم كان في الكلتورير نفهم راهو شويه سياسه وشويه ايكونومي وشويه سبور وشويه سوسيولوجي وشويه، اما نحب نخدم كلتوريل بنقص على كل حال بشبعتوا شويه اليوم توا على السياسه على الفيتامين تو تعطيو الاكتيفيتي الثانيه اللي هي نرمين صفر توري ونوري. نرمين صفر يا جماعه عملت بوز بوليميك على الفيسبوك، باش تحكي لنا انا باش تحكي عليها نرجس. والله ايش باش نحكي لك يا كيمو توري نوري صراحه انا ما حبيتش نحكي في الموضوع هذا، علاش؟ خاطر ثم معناتها ناس تاخذ حجم اكبر من اللي هي معناتها شيء صار والله معناها ديكونكتير. نرمين صفر او الاسم الحقيقي ايمان، ما هيش نرمين صفر هذا حسب ما جاء في اسم فني في جواز السفر نتاعها من مواليد 1990. نرمين صفر عملت لنا البوز وعملت لنا شو على السطح في عيد الجمهورية، احتفلت على طريقتها الخاصة ما نتفكروا معناتها كيفاش في جويليا، جيت وهزت العلم وطلعت معناتها فوق السطح كل شيء ورفع العلم تونس ولبست بيكيني، هذا تعبير منها على انها هي تحتفل بطريقتها على معناتها على عيد الجمهورية. يا سيدي جينا عاد عيد الجلاء، عيد الجلاء نرمين الصفر احتفلت بطريقتها الخاصة، عاوكا كل عيد انتظروا نرمين الصفر بسط عليكم وبطلع الحاصيل وتوقعوا كل مرة مرة فوق السطح عصفور السطح والمرة الجاية ما نعرفش انا وين الحاصيل. وجيت عملت معناتها كالعادة هي تو عامل الإيماج متاحة معناتها استعراض وكل ما شيء على الريزو سوسيو، جيت وهكا عملت كليب خاص بها معناتها بلباس نوعا ما محتشم نوعا ما محتشم، وكل عادة تحتفل بطريقتها الخاصة في عيد الجلاء الجلاء ولبسة أسود وأسود معناتها اللي هي حزينة أسود في عيد الجلاء أسود لكن طريقتها الخاصة. والله شوف كمان أنا باش نحكي معناتها في الحكاية هذه، إذا معناتها ننتظروا معناتها كل عيد باش يطلع لنا نرمين صفر في كل معناتها مناسبة بالخصوص وطنية تحتفل بطريقتها ما يجيش معناتها. أنا مثلا في عيد الجمهورية وقت اللي وصلت هزت العالم صرت عليها معناتها بوليمي كبيرة وبوز كبيرة وكل ما شيء، هي صرحت إنها تحتفل هي فرحانة معناتها بعيد الجمهورية وتحب تشطح له وتغني له، وخاطر حد ما غني له العالم ولا حد فرح به. والله انا العالم الناس اللي تحكي معناتها فرحتش به، العالم راهو عالم ناس عباد معناتها قدمت دمها باش العالم هذاك يترفع باش العباد معناتها كما احنا تونس معناتها يصير لها استقلال معناتها سيادي وترابي على كل شيء. العالم هذاك راهو عنده حرمه معناتها ما يجيش نغني له ونشطح له فوق السطح، العالم هذاك يرفع معناتها باش البلدان الاخرى تشوفه معناتها تشوفه على ايد ناس مفكرين عباد ما تجيش معناتها. انا رايي يختلف عليك بصراحه. كيفاش؟ لانه انت مثلا قلت العالم يرفع، في بالك اليوم ما في تونس وقت اللي عملوا العلم الكبير معناها داسوه. انا واحد من الناس في ما يخص نرمين صفر معناها انا راى انه انسان تعمل اللي تحب هي، اذا كان فما حاجه تخالف فما قانون، هو معناها اذا كان فما حاجه تخالف القانون نحكيوا فيها، حاجه تخص انه احنا مثلا باش نقيموا قولوا محتشم مش محتشم، نجم اللي عندي انا محتشم مش عندك انت محتشم معناتها نسبي حسب رايي باش نقولوا معناها ما يجيش ويجي فيه النظر، هي على الاقل نجحت في انه خلتنا اليوم نحكيوا عليه. انا واحد من الناس لو فات انك تسلط الضوء انت على هذه فتصير الانتشار نتاع الخبر. انا واحد من الناس ما على باليش تلبس اسود قاز وردي شوكولاتي بطاطي محتشم مشتحم مختشم
لكن كمان صعب تلبس العلم تلبس لا انا ما نحس انا لبست انا انا بصراحه انا بصراحه انا حسب رايي رانيا نشوفها حاجه عاديه لانه ممكن نرى وشوف فما ناس عندهم عقدة الجسد فيشوفها الشخص ذاك يشوف كان فيه كان الجسد ويبدا شهواني ويخزر وغطات ولبست انا نشوف في امراه هز علم تونس سمح. يعني انا ما حبش ندخل فك التقييمات نتاعها هل يجوز او ما لا يجوز بصراحه هذا رايي انا سامحني صبر بعد عنا في فيديو باش نشوفوه اسكو انت مع ولا ثبت اللي عملتها نرمي صفر العيد العيد الجمهوري وعيد عيد الجلي اسكو انت مع ولا ثبت مدا انا يعني في طريقه الاحتفال انا لاني معلمي ضد انا هي حره كيما تحب هي حرة فما ناس عندها نيجاتيف مانيش معاه ومانيش ضد اخويا مع 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 اي مع اي اي مع الشخصي مع لانه هي اذا كان عملت حاجه تخل بالقانون وقتها نحكي قانون حاجه اخرى كل شيء نسبي راو انت الحاجه اللي خلينا معناها هذه مهمه برشا والله اللي تشوفه انت ما يجيش نجم نشوفه انت هو حتى في الدين نجم انت تشوف حاجه ما لا تجوز يخرج لك انت شيخ ويقول لك لا يجوز في المذهب الفلاني فمعناها انا حسب تفكيري وراني مانيش لاني انا انفلونسر نتاع عباد ولاني حتى شيء مجرد صحفي يخدم على روحه وكهو في الشان الثقافي وارائي وكل شيء ولي بونسي نتاعي وكله تتبعني انا ما انا راه حاجه عاديه لانه ماذا بيا نحكيه اليوم بالقانون في كل شيء يا اخي علاش كان صارت في الاوروب راه سكتنا علاش معناها كي جيت نرمين صفر مانيش ندافع عليها والله لا اما خويا اعطيني حاجه قانوني ولا مش قانوني ما هوش قانوني لكن غيرك يشوف فيه استفزاز تمشي الحبس يعني ولا يعني تمشي أنا تبحث ولا استفزاز يعني انا ما استفزنيش شخصي انا على العالم ولا يعني كيفاش انا ما تفرجتش في اخر مره مانيش على اون معناها حق اما فاست العالم ما استفزنيش الجمله اقسم بالله لا استفزني انا هذا رايي يعني معناها ونحترم اراء الناس الكل رايك وراي كمال وراي الناس اللي تتبعوا فينا وفما ناس تقول لك صابر والله عنده الحق وصحيح وحط جيم توا فما ناس تقول لك حطك القر هذيك ويقول لك شبيه شي يحكي السيد هذا انا هذا رايي اللي ماذا بيا كما نحترم الناس على اراءها يحترموني على رايي مرسي نسلي صبر 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 انت عطيت رايك الشخصي بعد باش نكملوا كملوا سابينك خيتيك باش نستمعوا راي اخر مع مواطنه اخرى اللي هي عمت نرمي نصفر خلينا نشوفوا انا وياكم الفيديو هذا بعد عاود نرجعكم شو قالت على نرمي نصفر تفضل مرحبا بكم اسمع كل كي حبيت اسمع برشا فيديوهات اسمع برشا حديث اسمع برشا كلام فهمتني بالنسبه لي نيري من تفر صحيح عندها عائله وعندها ابوه كل كي انتم ما تحكموش هكاك تحكموش على الانسان بوه شكون ولا عائلتها شكون ولا حاجه احنا عائلتها اني نقول عمتها اني راني فهمتني لكن احنا ما نعرفوش بها احنا فهمتني احنا ما نعرفوش بها احنا عن سنوات خرجت من الدار وما نقبلوهاش في دارنا زاده وما تدخلش لدارنا لانها ما تشرفناش لكن اش عنا ما نعلم كل واحد تقول لك لا ترحم لها والدين عليه تسبونا في والدينا عليه عليه تسبونا في بابا من اعقل الناس المهزيه شيء اسف اخي انتم تحسبوني اني فرحانه كي نشوف فيديو كما كيك عملتوا باش تكون بنت خويا ماناش فرحانين احنا هذا اللي قلت عليه عمت نرمي نصفر هذه كسمعت توا انا وياك شو ردت فعل والله ماذا بين نزيد نسمع اكثر النقاط لانه ما كنتش مركز الحق معناها بعد تنسيتو نشوفها في الريبلاي بعد تحكينا على اوكي اما اي اما كمال كما قلت معناها تخرج عمتها تصرح ما نعرفش بور ولا كونتر ساعه اما عمتها ولا جده ولا ما على باليش احنا نبعدوا شويه على الشخصي معناها نحاولوا نحصروا شويه حبيت نعطي معناتها حاجه اللي مهما يكون هي خلقت حاجه
حلقة شو نتاعها معناتها الاستعراض الخاص بها اللي خلاها وانت ساعدت فيها كحكيت عليها حتى اي انا ديجا حكيت من اول معناتها انا ما حبيتش نتعدى لكن الحكاية توجدت في معناتها في الميديا ويعني عملت معناتها غردي خارج السرب يا اختي فاضطريت معناتها باش ناتو معناتها شنو اللي صار خاطر صارت عليها حكاية بولمي كبيرة والعباد معناتها عملت عليها حكاية انا انخرطنا في البوليميك وتابعنا القطيع وكام هي خلقت الاستعراض الخاص بها هي تولت عبارة على حاجة فينومين معناتها فينومين الناس الكل تستنى في نرمي الصفر باش تتبعها شنو هو عملت شنو الكليب جديد شنو هي آخر طلعاتها هذيك يعني بالنسبة لي ساعدها الإعلام زاد اي والإعلام ساعدها وديجا هذاك هو اللي خلقته هذاك الباس هذاك الباس الباس اللي نجحت في أن تعمل باس هذاك هو من شكرا مثلا تواصلوا من نرمي الصفر نتعدوا التصويرة الثالثة اللي هي عملت بسرعة على الفيسبوك اللي هي بشحكيو على التاسعة واللي بشحكيو على المكياج ما عرفش كشفته ولا اللي هي المكياج حسب ما نشوف كيل صابر تعرف المكياج فمنسي يعملوا مكياج وكل شيء أما مرة هيذي شفنا على التاسعة حاجة واو بس وكل شيء اللي هي مكياج خصيص الخطيب وخبير التجميل عملوا مكياج للرجال أكثر دابة تصير مع النرس صارت بالحق معناتها برنامج الماتينال على قناة التاسعة عمل معناتها حصة تجميلية مش لنسات حصة تجميلية خاصة بمكياج الرجال معناتها توا ما عادش معناتها نحكو على مكياج النساء توا ولت فما منافسة على مكياج الرجال كيفاش معناتها ثم معناتها خبراء تجميل يعلموا الرجال كيفاش معناتها يعملوا طريقة التجميل شنو معناتها النصائح لي زاستوس معناتها الخاصة بهم الحاجة هذه ديجا توا انتشرت معناتها في البلدان الأوروبية معناتها البرامج هذه وسورتو معناتها ولت معناتها يعملوا دي فيديو أخصائيين في التجميل وكل ما شيء باش يوري وكيفاش معناتها الرجال يتعلموا معناتها وخاصة الحكاية هذه انتشرت في بريطانيا وفي كوريا الجنوبية معناتها 21 بريسك بالمية من المنتجات نتاع التجميل في العالم معناتها النسبة هذه معناتها من نسب نتاع المكياج معناتها الاقتناء نتاع المكياج نتاع الرجال مع العلم انه المكياج هذوما اللي عملتها خبير التجميل نتصور انه المكياج تنسي وعملتها الرجال اي هو معناتها هما حاجات معناتها بتوري كيفاش معناتها على اللحية على الشعر على الحاجب على ساعات ديزاستوس كيفاش معناتها باش الوجه يظهر فريش هكا ومثلا اللي سيرن معناتها نصايح تخلي الرجل ويعني كيفاش يعمل مكياج مش مكياج اللي اوفر معناتها نتاع نساء مي مكياج خاص بالرجال معناتها خاص بهم هما توا سابر انت كان يقترح عليك تعمل مكياج معناتها خاص بالرجال بون انت اكيد مقدم توافق معناتها انه ثم توا مكياج خاص حب نعملو بوز مكياج يومي راهو ماهوش اسمع ما نمشو بعيد خلينا نعملو بوز عندك انت البيوتي بويز يعمل بوز خلينا نعملو بوز توا عندك انت هو ظاهرة البيوتي بويز معناها الشبان الوسيمين معناتها الظاهرة هذيا البيوتي بويز معناها ولوا يعملوا مكياج يومي ماهوش يصبر نتاع معناتها مقدمين ولا حاجة في التلفزة لا يومي معناها بشكل يومي علاش باش يظهروا زاد يظهروا الجمال نتاعهم كيف نساء بيرسونيلمون حتى معناها المكياج عملت في مرات قلائل في التلفزة معناها البرنامج وكان في بلاتو سمعنا المكياج اللي تعمل فيه فون تو تان اما نقصدوا على المكياج تاع الرجال بالنكمل ايلاينر الروج دقيقه برك انا المكياج عملت في بلاتوات كي مشيت نصور مثلا في حاجه ولا انفيتي في بلاتو عملت مكياج اوكي خاطر فما اللمعه هذية ولا غيرها ابار سا معناها حتى البرنامج اللي كنا نحكيوا عليه بكري صابر في رمضان ما كانش كان بلاش مكياج جمله كيما كنت انا كيما حكينا طبيعي. بكري تبقى في المساله هذه انا واحد من الناس جو سوي كونتر اني نحط مكياج مش على خاطر معناها مكياج وكان للنساء وكذا ينجم فما مكياج للرجال يعني ينجم يكون ينجم يكون اي معناها نحكي لك معناها ينجم يكون فما مكياج للرجال علاش لا كان فما انا موافق اما بيرسونيل المهم انا ما عملش مكياج انت ما تستعملش لكن موافق انه توا معناتها الرجال يستعملوا المكياج مكياج مش انهم هم يعني مكياج رجالي للرجال والله شوف نرجع ونقول لك انا ما نحبش نعطي جوجمون
في حاجة تخص الحريات نتاع الناس. هو يحب يعمل مكياج يرى روحه أزين من صاحبته كي يعمل مكياج، صح علي؟ صاحبته تغير منه خطر عمل المكياج وجريدة عثر فيها خطر ده. أنا واحد من الناس ما نعملش مكياج للأمانة، وحتى كان عملت تراه كما قال فوندو تان ولا باش ينحي لي اللمعة ولا كذا، ولأني باش نصور مدة معينة وكذا، وما نحبش نخرج بش... ما نحبش نخرج بالشارع ما نحبش نخرج للشارع بمكياج، لأني مراش فما داعي المكياج. اللي يعرف صابر يعرف، وباللي يريد هذوما ولا كما هو. دونك انا ما نحبش كما قلت لك نجوجي معناها حريه الاشخاص. هو اسكو هو حر يعمل مكياج في ديه في بدنه في عينه، يبدل لونتي، يلبس خاتم في شعره. دي مختصين، سامحني كمان باش نعطيكم المعلومه، معناتها مختصين في علم النفس، معناتها كي يجوا يشوفوا حكايه المكياج معناتها كيفاش انتشرت برشا، راهو شافوا اللي المكياج يعطي ثقه في النفس للرجل كي يمشي للخدمة. خاطر علاش؟ خاطر ولا اللوك توا حاجة مهمة معناتها، خاصة في مجال العمل. نعم. كي يمشي هكا معناتها ينحي عليه أثر التعب والسهر والتدخين وكل شيء. لأنه المظهر ولا مكياج سني معناتها التدخين لأنه ولد حاجة مهمة معناتها المظهر الخارجي سورتو في الخدمة. ربما رو أنا ما نستغربش أنه تصير فما دراسات وفما ناس أصلا معناها مختصة، هما عندهم كما نقولوا الأولوية أنه يخرجوا الدراسات هذه. فما مختصين في علم الاجتماع وفي البسيكولوجي سوسيال وفي معناها توسكي استيتيك وكل شيء، ديزيستيتيسيان وكل شيء ديزيستيتيسيان، هم ينجموا يقولوا هذه. فما دراسات وفما مخابر اصلا تعمل كان في الدراسات كما هكا، دراسات خاصه فوالا. دونك هما اولى من انه هما اولى الناس ان يقولوا هذا يجي وهذا ما يجيش، ويعطي ثقه في النفس ويرجع الرجل معناها شبعان وكله. ما نعرفش، انا نسيت باش نسال سؤال كمال، تقبل تعمل مكياج كمال؟ لا بصراحه معنا لا ما نعملش، مع ام ضد كمال؟ ضد ضد، حتى لو يكون مكياج هكا انت وعلا انا نعمل وعلا كمال انا اذا قعدنا وعلا شي كمال انا نعمل فرونت دان كي وقت نتاعته في التيلي وكاو اكاو يعملوا لي هما مكياج ولا ما نعملش مكياج؟ ما تمشيش الاخصائي التجميل تعمل لك نتواياج دو كون دي كريم؟ لا 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 جيب لك انت نحكيو بعض في اللوف نعملوا نعطيو الفقره المويله ونعمل الفقره المويله الاكتواليتي اللي انا المره هذه اللي انا خاصه اللي انا اللي صابر صابر باش نوريك فيديو غيري باش نشوفوها انا وياكم يا صدار يا شباب شوفوا الفيديو ونعاودوا نعرفوا تمتعت اليوم بالرومانسية مع جمهور أو جمهورات خاطر الرجالين زيل كم زيل الحقيقة أنا تمتعت بحاجة أخرى، تمتعت بالروايح، تمتعت بالوسخ، تمتعت بالعرك، تمتعت بالكسروتات، معناها عمري مريض هك أنا ما يجيبش يتفرهد ترسل ويتخنق. ننصحهم عم جاي يعملوا لنا حملة تنظف روحك، فرقونا دي ديودورون في عود حاجات أخرين في الباب، حاجات هكا معناها. إذن هذا اللقطة عملت بوس على الدلتا اللي على الوطن الثاني مع زميلتنا نويل اسكنديشي نوجه لها التحية نويل. تحية لها نويل من الناس المبدعين في المجال الثقافي. عملت روبورتاج على الحفلة كاظم الساهر في المهرجان كارتاج لو 31 جويي اكيد في كارتاج. اخوي من جبت هذه في قاع الخابية كمان من الارشيف جويي. باه الفيديو هذي اللي عملت انترفيو مع المواطنة اللي مغرومة سمع على كل مغرومة بكاظم الساهر، قالت تمدعت في حاجة أخرى، تمدعت بكسكولديت، تمدعت بالرويح، تمدعت بالبخفان إلى غير ذلك. أنا سؤالي نضرح بنفسه صابر، أنت كصحفي وكيقدموا لك مثلا تلسة ديفيت مش تقدم بدعم البرنامج على المهرجانات، وإذا كنت تسأل كيستيون للمواطن والمواطن يقول لك على نفس هذا اللي خالد قتل النوال، أسكو تعديها ولا ما تعديهاش في لونتين؟ انا واحد من الناس نعديها في لونتين، علاش ما تعديش؟ شنو اللي قالت عيب؟ قالت حاجه معناها ممنوعه ما قالتش، لانه هي عندها حريه التعبير، عبرت كما هي، تبقى معناها
كل صحفي كيفاش يخدم هو، معناها تنجم تكون الزاوية متاعك انك تخدم على المهرجان كهو. انا مثلا نجم نكون في تغطية ونكون نخدم على عجبتك الحفلة ايه ولا ما نجمش، وقتها عجبتك الحفلة تقول لي علوش العيد 280 مليون ما ندخلنيش، دونك نقصها. تحب على البؤس عندي؟ مانيش نحب على البؤس انا، اما نحكي لك انا لو كنت مثلا في تورناج لبرا وشد ميكرو نسأل اش قولك في الحفلة، وقت اللي نقولك كيكا ونحط نعرف في الفاق الزاوية متاعي معناها قولك ممكن نحطها، ما وقت اللي نبدأ نسأل سؤال معين نجم نعديهش، سينو أبارسان عديه لأن هي داخلة في إطار حرية التعبير، مو اتنجيت تلقى روايح تلقى حاجة هكا ما عجبتهش الوضع دونك تكلمت. مشكورة بالعكس التلفزة الوطنية أنا نشوف أنه مشكورة عديت كما هكا يا خويا، كفينا من أنه تلفزة تعدي، كنا نحكيو على المكياج تلفزة تعمل مكياج لكل شيء، ما عادش ما عادش مكياج لا مقصات لا حد شيء تبع الحجامة والمكياج. أنا نحب أنه كل شيء يتعدى في إطار المسؤولية. أنا اليوم عندي حاجة باش نقولها وأنا ديجا قاعد نتكلم كما أنا كما يعرفوني الناس دونك من غير لا مكياج لا ماسك لا حد شيء، مواد تجميل لا حاجة تتعدى نتحمل فيها مسؤولياتي. كلامي براهين كي يبدأ يتعلق بحاجات خطيرة ولا معطيات معناها تتهم أشخاص ولا تدين الناس، سينو ما واقفي كل شيء كيما هما اذا كان ما يخلوش بال حتى ما يعملوا حتى بلبله ولا حكايه. نعم مسنا 5 دقائق على انتهاء البرنامج فيسا وفيه كاملا فيسا مسنا 5 دقائق بقينا 5 دقائق نتعطيو فما فيديو اخرى فماش امكانيه نتعطيو على حكايه لاكاسا دي بابيل وبعد اخر واحده على زيتونه تاع نزار وعبد اللي شو وعلى فكره سيمي فاري نتعداو من الفيديو نتاع لا كازا دي بابيل. تحب معناتها نعدو فيتير والا معناتها 5 دقائق كفو ان مش نحكو على السيري هذه. السيري هذه معناتها شهدت نجاح كبير، هي معناتها مسلسل اسباني اللي تعرض على شبكه نتفليكس. السيري هذه معناتها تو معناتها ماخذه شهره كبيره على الاخر في الموسم الاول وتو الموسم والموسم الثاني زاده، اللي معروف باسم بيت من ورق او عند العرب معناتها اللي تعرف معناتها التسميه نتاعو بالبروفيسور. لا كازا دي بابيل بروفيسور كان هو جد الشخصيه الرئيسيه في لا كازا دي بابيل. ايش رايكم انه المسلسل هذا يتعرض عنا وبالترجمه التونسيه؟ خلينا نشوفوا اللقطه. عصابه متكونه من 8 اشخاص من اليوم تنساو اساميكم وعلاقاتكم تنساوهم. اسمك مليون توكيو. اوكي بروفيسور. سيمدين باش نسرقو دار العملة الإسبانية. انتي ما يتفاهم معك كان موسكو. صبر كما تعرف الصبر انه قناه ناس بتعمل دوبلاج تركي، علاش ليه ما نعملوش دوبلاج اسباني بالتونسي الى غير ذلك؟ صبر في يا جماعه صبر في قال اسكم استدعت ولا على غدا. احنا في الفيديو كما قاعدين تشوفوا فيها محطوطه الوطنيه الاولى، الناس كل عملوها بوليميك على الفيسبوك، حتى فما مواقع الكترونيه قالوا قريب لكاسا دي بابيل على قناه نسمه. حسب ما عندي من معلومات شخصية انه هذا الفيديو لكاسا دي بابيل فقط مجرد بوز وبوليميك على الفيسبوك ومش تتعدى على القنوات التونسية. هذا رأيي معناه تتوافق ولا نوافق معناه انه تتعدى لكاسا دي بابيل تعملوا باللهجة التونسية وعلى القناة التونسية. انا على فكرة رأي برشا ناس ممكن يطرحوا سؤال يقولك تو جورناليست يقول جورناليست كلتوريال وما في بالوش بهذا الكل. انا تو سامبلومون كنت في عرس معناها زميلنا وصديقنا وزميلتنا زاده هي حافظ العلياني ونادرة او نادية بروتة عفوا ان شاء الله مبروك. ولا كنت في قفصه في عرس حافظ ونادية ان شاء الله ربي يهنيهم. هذاك علاش تنجم تقول ديكونكتي شويه من اللي صاير في لي بوليميك اللي صايرين في السوشيال ميديا ولا حتى في التلفزه. هذاك علاش لاني مشيت على مدى معناها 4 ايام. فانا مع انه يتعدى في التلفزه مع انه يتعدى بيان سور معناه هو اصلا فما حاجات تتعدى في السينما
لقطات تتعدى في السينما وتتعدى على شبكة نتفليكس للأفلام نتفليكس. الشبكة الأمريكية هذه اللي قاعدة معناها تخدم برشا على الأفلام بتبيرة. فما حاجات تتعدى معناها مشاهد تقبلها السينما فما مشاهد تقبلها التلفزة نعم. والتلفزة المجال متاعها أضيق في أن تقبل المشاهد فما مشاهد ما تمررش في التلفزة ممنوع دونك إذا كان إن فوات نحا أنا تفرجت فيها السيري الأولى والثانية وصافي لونطون من اللي خرجت إذا كان بيان سور إذا كانت تتنحى المشاهد هذه لأنه نحكي على تلفزة تدخل ديار الناس الكل وكذا وما تقوليش متناقض مع روحك بكري قلت مع الحرية لا مانيش متناقض لكن فما أخلاقيات زادة التلفزة فوالا إذا كان معاد أنه يتنحى مشاهد تتعدى وفيها كل أغنية سمع بلا تشاو نعم مسألة دقيقتين فقط على انتهاء البرنامج آخر سبينك على نهار ثلاثة اللي فات حق الأولى برنامج زيتونة على قناة زيتونة برنامج شوف كيفاش النسار مرسوك ومش حكيو على النسار مرسوك وعبدل شو تايم الحلقة الأولى زادة على خميس اللي فات وعلى فكرة سامي فاري في دقيقتين فكرة سامي الفهري به قبل كل شيء مع نزار مرزوق في شوك كيفاش برنامج ياسر حلوخ معناتها شهد بمتابعة كبيرة معناتها الحلقة نتاعه نزار مرزوق تعرف بأنه أصغر منتج أنتج ديجا نسمع هو ديجا خريج معهد الصحافة علوم الأخبار ودخل في كتابة سكتشات معناتها مش المجال آخر من لول معناتها كتجي تشوف معناتها أكاديميا مش نفس يعني جايبه مش يكتب السكتش لكن انجح بأسلوب ضامر في سخرية لكن ما يخرجش على الإطار معناتها فهمتني نزار مرزوق عمل زادة التشكيلة برنامج التشكيلة زادة اللي توي كذا موجود يعرض على الزيتونة التشكيلة معناتها اللي فيه معناتها توفيق البحري سفيان ترابلسي ليندا الرحال أميرة بن علي معناتها البرنامج ياسر زادة في نسبة مشاهدة كبيرة ودخل زادة في منافسة مع برشا برامج ناجحة معناتها برشا اللي تعرف على نزار مرزوق انه متمكن عارف كيفاش يحكي وكيفاش معناتها يحط معناتها الحاضرين نتاعو ويحكي باسلوب صحيح في شويه متميز انسان متميز سخر لكن بعيد على ربي ان شاء الله يعينه اي بعيد على الابتذال بعيد على الحاجات كيفاش نحكوا احنا اكل حاجات التافهه اللي باش تتعمل عليها البوز مربوطه بالاطار نتاع الجو العائلي في 15 ثانيه شنو تقول ما عندك شي تعليق ما عندي حتى تعليق ديجا ما بعد الاميسيون لا قلت لك لا كنت لهي معناها ما لا ودي ليه بالتقرير تاع كادي في التقرير اي تقرير ياخذ برشا وقت راه ياخذ برشا وتحيه بالله تحيه الغازي الفرجاني المصور اللي معايا الضياء الإينوبلي المونتور اللي معايا تعب برشا زاد الجهاد غرسان الجرافيست فهمت الناس هذوما تعبوا معايا في برنامج التقرير واللي دار تلفزة تي في بيان سور انا اخويا اختاني من الادارات نحكي على ليكيب نتاعي فوالا يعطيهم الصحه كلمة برنامج التقرير كلمة الختام شو تحب كلمة الختام كل نهار أربعة تلقاونا 9 متاع الليل على قناة تلفزة تي في برنامج التقرير زادة نجموا تدخلوا تلقاو التقرير باي تلفزة تي في تدخلوا تلقاو الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه إن شاء الله يعجبكم وربي معاكم وسعيد برشا اللي جيت لهنا ربي يوفقك كمان عايشك. كيف كيف نرجس تحقوا كل خير وانا راني اتومومو نجم نجي لانه اون فاند كونت انتم صحابي وزملائي وخيان وكل شيء وانا نساهم قدر الامكان في اثراء اي ماده كانت نورتنا صابر شكرا ليك نرجس كلمه ختام شنو تحب تقول قبل كل شيء نورتنا بالحق صابر معناتها بالحق مرسي. كنت معناتها قاعده حلوه معناتها في الميديا 24/7 ياسر استفدنا منه تلقائيته الحاجه البيه والله عايشك نتمنى له النجاح نتمنى له التوفيق مرسي. ربي يفضلك حقيقه معناتها شهاده انه يعيشك والله مرسي انه عنده معناتها مبدع هو مبدع سنلتقي على فكرة الوقت ما عادش عندنا وقت راكم سمعتوا صابر يغني زيد عنده صوت راه الخير باش خليك اوكي يا خويا طلعوا الجينيريك اوكي نشكركم نحسن انتباهنا نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه الاثنين الجاي كان معكم كمال تحيه لكم تحيه ليك نرجس تحيه لصابر قبل ما نغسلوا العمدان صابر باش يغني لكم اغنيه ونقول لكم باي باي اوكي هذه اغنيه تحكي لي بيحسدوني لما بضحك ويقولوا لي يا بختك يا بختك ناس كتير حواليك تحبك
وقفي جنبك. لا 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 يعطيك السلام. باي 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 باي. الى اللقاء.